أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. تم من خلاله استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين. أعرب جلالة الملك عن اعتزازه بعمق وتميز العلاقات البحرينية الكويتية وما يشهده التعاون والتنسيق المشترك من تطور مستمر في شتى الميادين من أجل خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، مثملا جلالته بكل التقدير الدعم الأخوي المستمر لدولة الكويت الشقيقة ووقفاتها التاريخية المشرفة تجاه شقيقتها مملكة البحرين وشعبها في مختلف المجالات. كما جرى خلال الاتصال بحث مجريات الأحداث في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. تمنى جلالة الملك المفدى لدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام الرفعة والتقدم في ظل قيادة صاحب السمو أمير دولة الكويت. وقد عبر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن شكره وتقديره لأخيه صاحب الجلالة مشيدا بالروابط الأخوية العريقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.